عليكم. اليوم حلقه جديده من حلقات اشواق دافي. كما كتعرفوا اليوم هو نهار الاخر في امتحانات السنه الاولى بكالوريا، وحنا دابا نسولوا الناس كيفاش دوزوا الامتحان والمراحل ديال الامتحان. الامتحان داز مزيان فهمتي، ما طلقوا لينا ما والو فهمتي، وبريبارينا مزيان واحد 3 شهور ديال البريباراسيون حفظنا فيها واللعيبات، ان شاء الله نجيبوا شي 14 ولا 15 يكون خير ان شاء الله. ولا اساسي دراما زيرونا في كاع المواد ما خليونا نديروها، غير شويه تبع الاسلاميه كان شويه صعيبه وصافي، ولكن حشومه حطوا لنا هذا النسمة قالي في الجغرافيا، حنا حفظنا بزاف وفي الاخر حطوه في التنميه راه حشومه. الحمد لله الامتحانات دازوا بخير وعلى خير، اجواء مزيانه، شويه ديال التعب من ناحيه التلاميذ لانهم كانوا مساكن صايمين، شويه ديال الخوف ضروري، ولكن الحمد لله ما كاين لا تسرب لا نقله لا عنف لا حتى شي حاجه، اللهم لك الحمد. ودازت الاجواء مزيانه وكنتمنوا لهم ان شاء الله الرحمن الرحيم الله ييسر لهم، وكنتمنوا حتى للناس ديال الباك ان شاء الله يدوزوها في اجواء زوينه بحال هذه وتكون بخير وعلى خير، والله يسهل عليهم والله يسهل على الجميع. السلام عليكم، معكم تلميذه اليوم دوزت الجهاوي. الحمد لله اليوم داز كل شيء مزيان، حتى البارح داز كل شيء مزيان، ولكن بالنسبه للتربيه الاسلاميه كانت شويه صعيبه علينا، ولكن اللي حفظ راه غادي يدير، اللي حفظ راه غادي يجاوب مزيان، وكلشي داز مزيان الحمد لله. وكنتمنى التوفيق لكاع الناس اللي دوزوا معنا وتوفيق الناس ديال البكالوريا ان شاء الله. كنشكر هاد المؤسسات تبارك الله، وليداتها دوزوا بخير وعلى خير، وداكشي داز احسن ما يرام ان شاء الله، والله الله يسهل على وليدات المسلمين كافة اجمعين، ونبغي وليدات كلشي ينجحوا ان شاء الله، وثم الله يبارك فيكم جيتوا قمتوا بواجب هنايا والله يكثر خيركم. ايما هاد المسائل هادي راه زعما داكشي داز امتحان نمر واحد وداز ساهل، والمعلومات كلها معطيه معتبره. ما عجبناش التعامل تاعهم معنا ضد المدرسه ديال راسي، حيت كان اختلاف ما بين صحاب سيونس مات وصحاب سيونس اكس. صحاب سيونس مات دوزوا طلعوا لهم اللعب فهمتي، دوز عطاهم طلعوا لهم اللعب مزيان وراهم، حنايا ما عرفتش علاش ما فهمناش. التربيه الاسلاميه داز صعيبه بزاف، حتى حد ما دار فيها شي حاجه طويله بزاف. التربيه الاسلاميه ما بلا الموال داروا لنا عاكشونا فيها حافظين وسميش فرونسي اللي فيها ما خدم ما فهمش ما خدم. باش فكروا شي في الناس قرايه، فكروا شي الناس مساكن اللي ما عارفين شنو هاكي حافظه شويه باش ينجموا راسهم، شنو ما فكروا فيهم حطوا لهم داكشي في المتناول. داكشي داز مزيان الحمد لله، التربيه الاسلاميه وفرونسي هما دازوا عندنا مزيان. نهار الاخر اليوم رخفونا اليوم، ولكن البارح كانت زيارة. بالنسبة اللي دوز داكشي ديال التشكيل مشات داكشي راه معول راه ما دار والو، حيت كانت الحالة عاصمة مشددة. سيادنا كما شفتوا أجواء الجهاوي كيفاش مرت وارتسامات التلاميذ، كنتمنى له التوفيق. كيبقى السؤال المطروح، كيفاش غادي تمر أجواء الامتحان الثانية بكالوريا؟ هذا السؤال غنجاوبوا عليه في حلقة مقبلة إن شاء الله. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.